Ahei, all Jongo, Nahei, and all comrades in the chat, Mazoa al Aradi, Shimal Sudan, Division Jongo. Jongo, the Liwa, Min Liwa, Sudan People Liberation Army. Panarit, now we'll play music a little bit. We'll hear that. And what about any information about Jongo? Somebody she don't know Jongo. What is Jongo? What is name in Jongo? If I will cut up, play music first. Can you hear that? Play a little bit later anyway. Tariq with Jongo, Tariq Muzaj, Udil Katiba, Bad al Mashakil Azal, Pishmar Sudan, Piwasat al Madaris, Jongo, the Juzuman Talaba, Al Kant, Pijamayat, Pisudan, Jongo Khan, Juzuman Talaba. Al Khan fi Madaras al Komi, Sudan Khan bi Gul Daman da border boarding bi da dal kullu al asfal la badu maindo masada ba bilim kan kullu gren Sudan ka kul bi dar por shiraga Sudan junub Sudan wal was wa shumal kan di Madaras wa data sis bi da Jongo الفكرة برجع على سيادهم على طلبة الكرش في السودان وجزء من الناس اللي كان طالين من السودان قادة القيادة كان عساكر ونشكره كلهم دل كله بفكرة والفكرة كله بيشاركوا أنا كنت في القضية بتاع جونغو جونغو أطلبوا بتاعهم بواسطة مشاريع أنه كان في ناس جزء من برضو كمان نشكره دي كان ناس كان بقطع الدرة بتاعت الاتجاه القضاري في ندندر ودكونا كلهم ولقدي ده كله يعني اتجاه المشاريع في جزء دي الناس اللي بيعرفين طريق كيف انه ودود بين أبش وبين السودان
فمنشكره دل كان القائدات الأصليين قدر يعمل موبلايز وكان قاعدين وطب الطريق عشان أنا طلبة لمن يطلع ما عارفين الطريق عشان يقدر يخش بيه في داخل إثيوبيا. فجونغو تجهت بموجب دل قضارف ونشكر يعود كان الطريق للطريق عبش. بعد نفس كذلك جونغو انتشرت كتير وعمل المراكز المختلفة. فبتذكر أنه بنريد المعلومة زيادة عن جونغو من الناس كان الأساس جونغو كان طلبة وجزء من برضو كمان من الناس اللي كان بدي المعلومة على طلبة لما هو طالين فما عارفين طرق أنه أنينا بكتاج أن نلقى الأساس منازل على كل حال Sudan People Liberation Army نقول SPLA ويا SPLM ويا SSDPF post today ويا dependent جنوب السودان ما قطورة وتأسيس جونغو ما كان قطورة ده كان سياسي وجونغو بدأ بترك سياسي وعديس فا تكوين بيتام بتجمع ماسكرات وهم جونغو جمع فيه أنا بتقديري كان أنا فردي جيت وشاركت في جونغو أنا جونغو تو تقديري كان منطقة بوله كومبا أبادي ده في الأراضي إثيوبيا ومشاريع كتير في منطقة بقوله ك نايدا بقول مو قدرة جونغو كان برضو كمان في منطقة بقوله بركات دي كان جونغو في منطقة بقوله كأدرافيا دي كان برضو كمان دي أراضي بتاعت إثيوبيا وفي أمرا وفي مناطق الأخرى في تنظيم بتاع الجونغو كله قاعدين انه كان عمل اورجانيزيشن بعد نفس كذلك نريد بكل الاحرار بتاع الجونغو وللقادات الجاوب في جنوب السودان كان في القادات التجمع والتكوين بتاع الجونغو انا جزء من جونغو 2 ما جونغو 1 فبيكتاج عشان نسمع مور دوكومنتري بتاع الجونغو ولما كلمة جونغو في ناس يفهم بالغلط لكن ما كلمة حلوة شديد ودي كلمة المدنية فجونغو دي الناس بتاع الشغل زول بتاع الشغل جونغو ممكن يكسر الكوبري ويبني بكرة عشان يكون كوبري ده أربعة مورفيو فكلمة جونغو كلمة جونغو بالنسبة لي دي كلمة قيادي وكلمة كويس وكلمة بساعدني بالنسبة وبديني الأماس للأفكار للقدام وللمستقبل جنوب السودان من أريد كل الأسرار بتاع جونغو في كل المواطن جونغو والعسكري بتاع جونغو والمعاو بتاع جونغو والبقيت الكبير بالأمر بتاع جونغو لازم يساعدنا بكل أشرطه وبكل أوال عشان نقدر أنه نعدد إيطري بتاع جونغو ودوكومنتري بتاع جونغو هل جونغو هي كتيبة مشهور وكان أنا دكتور جون لماذا دكتور جون يميل لجونغو أكتر موجه شانا نجونغو ومي أودا رجال أسن من القوات جيش الشعبي الموجود في جنوب السودان دكتور جون كان بميل لجونغو أنو لي جونغو عمل تمرد بوقت مناسبة جونغو عمل تمرد وتأسس في داك الأسفال بتاع شمال السودان أنو لمن قاد ينقل لجيش لجنوب السودان فإنه أسفاله بنوم بدون ما عندهم صورة ذكيرة لكن أسفال جنوب السودان ونسوان بتاعنا كان بيتاب بلا أهل الغاية لكن جونغو جاي كونت ورجع المدافع
عشان أطفال بتاعت البشير كان يسمع وصادق المات يسمع. كن نفس كذلك التكوين بتاعت جونغو أنا بتداري أو بالمعلومة تخص أنا قاعد نشوف المعلومة ده كان تكوين بين المؤتمر اللي كان عملوه دي سبابة جون قرن يكون رئيس بين المامن مرغني و جون قرن وتكر صادق الماضي رفض ما ده دكتور جون يكون رئيس وفي نفس الوقت المرغني اختلفت مع سياسة بتاع دينادة بتاع الترابي ما نسيب ما نسيبه هي صادق صديق الماضي فده تكوين البداية جونغو كل نظريا أن جونغو يندر بيبور أنه لسه بشير معمول انقلاب اللي هنايدا صادق اللي هنايدا بيبور أسن ترابي ما شجع بشير من الجروب بتاعه عشان يقدر يعمل انقلاب صادق وما يتفقد مع من مرغني وما من مرغني بقى كيرا سياسات من سياسات الأمة مع اتيار الديمقراطي ما بقى في رئاسة الجمهورية أو في برلمان القومي السوداني ما ماشي فده تكوين بتاع جونغو أساسية فنديك فرصة ونبدأ الكايتاني عشان نقدر نكشف فيه فأنه عشان نديك دوكمن المواطنين والجنود الأحرار بتاع جونغو والقادات بتاع جونغو بليز شاركونا وتساعدونا في الفكرة اللي أكوكم فرانسيس جوك أكيش جونغو.